طاسة الزيت اللي بتغلي وراح كبها في وشه. الشاب وابوه على طول في الارض لحمه مساح. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه او مخالفه للقانون، لان الجريمه لا تفيد. ساعه مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، القناه المعنيه بعالم الجريمه. تعال نشوف الجريمه دي اللي حصلت في محافظه الدقهليه، مركز اسمه مركز المطريه. ايه اللي حصل؟ احنا كشعب مصري كلنا، يعني مش هنقول كلنا، ان في ناس طبعا ما بتاكلش زينا، يعني احنا معظم المصريين بيقوم الصبح بيفطروا ايه؟ لا فول لا طعميه، اللي مقتدر شويه بيض، اللي مقتدر اكتر جبنه جريش وجبنه نستون وجبنه فلامانكا وجبنه رومي، كل واحد حسب حياته. لكن احنا لما نبص نظره كده شامله، بصوا كده، خلي راكبين طياره ونبص على المطاعم بتاع الفول والطعميه والعربيات اللي في النواصي والشوارع، تلقى الناس كلهم واقفين لا على محلات الفول والطعميه، لا على العربيات اللي في الشارع بيشتروا فول وطعميه، لا على العربيات اللي بتقدم الفول والطعميه في الشارع على ترابيزات. فالفول والطعميه القاسم المشترك لجموع المصريين في الفطار، فول وطعميه، رغم ان الطعميه دلوقتي اقل قرص بخمسة جنيه. الله يساعد الناس، الغلا طحنه. وكل واحد في قبل قرش، مش في قبل جنيه، في قبل قرش. ايه اللي حصل في مركز المطريه محافظه الدقهليه؟ راجل كبير في السن اسمه علي، عنده 70 سنه. الحاج علي، الحاج علي عنده 70 سنه، معاه ابنه عنده 41 سنة اسمه محمد. الحاج علي هو وابنه علي عايزين يفطروا زي كل المصريين. كانت الساعة 11 صباحا، دخلوا المطعم بتاع الفول والطعمية. صباح الخير صباح النور، عايزين طبق فول وطبق طعمية وكوباية مية ساعة وشوية بصل وشوية مخلل وشوية ترشي اللي احنا متعودين عليه. صاحب المطعم جاب لهم ايه؟ الفول والطعمية والمخلل، شوية بتنجان وشوية التحابيش دي، وبصل اخضر ومية ساعة ومية مية، وعيش طري سخن مية مية. كان الحاج علي وابنه محمد ومية مية وشبعه وحمدوا ربنا وشكروا ربنا. الحساب بقى ما بيكونش على الترابيزات، احنا انا مش في محل قصر الكبابجي هنبقى قاعدين ويجيبوا الفطوره، لا، الحساب بيكون مع واحد حاطط جنب طاسه الزيت وجنب الطعميه والفول، بيكون في واحد قاعد بيحاسب وبياخد كام يا معلم. الاستاذ والاستاذ خدوا طلب فول وطلب طعميه وطلب بصل، عارف ايه الحساب؟ 50 جنيه. هو ده اللي بيحصل بالظبط، ما بيتحطش بقى ورقه في وسط كده ويدخل عليك على الترابيزه، لا لا لا، للطفول وطعمية بتقوم تحاسب على طول. فوقفوا مع صاحب المطعم، ليه يا عم 50 جنيه؟ ليه ده 3 جراس طعمية على طبق صغير فول على شوية بصل على شوية ترشي على كوباية مية ساعة، ليه 50 جنيه؟ قال لهم هو كده يا باشا الأسعار زاد، قرص الطعمية ب5 جنيه. قرص الطعمية ب5 جنيه، طبعا الحاج علي راجل عنده 70 سنة، طعمية بالنسبة له أكلة الفجرة. أهو يا ابن اللي قرص الطعمية بخمسة جنيه؟ ده الخمسة جنيه أروح أجيب بيهم 10 تجراس. قال له يا حاج ده كان زمان، قرص الطعمية دلوقتي بخمسة جنيه، أنتوا واخدين كل واحد منكم 4 تجراس، دي 20 جنيه. طبق الفول يا حاج ب25 جنيه، شوية الجرجير على شوية البصل عشان لكيت نفطر أنا وابني ب50 جنيه. قال له يا حاج الفطور انا حطيته ده لو في اي حته تاني غير في المطريه ولا 200 جنيه. فالمهم قعدوا يتشكلوا مع بعض، انا سايب قرص، في قرص انا سايبه،
انت حاسب الجرس دي مش الجرس بخمسة جنيه، في جرس في الطبق. المهم قال له طب انا عايز 3 جنيه. خلي بالك احنا بنتكلم على ايه، 3 جنيه يعني. فضل يحاسبه ويناقشه، انا سايب جرس والجرس ما اعرفش بكام، ما في جرس في الطبق انا ما خدتوش، ما انا ما اكلتوش، ما الجرس اهو، وصاحب المطعم ما اكلتوش ليه؟ انا جايب لك الطلب بتاع، طب ما احنا ما كلناهوش والجرس بخمسة جنيه. المهم شدوا على بعضهم قالوا طب هات 3 جنيه. حاج علي وابن محمد عايزين من صاحب المطعم 3 جنيه. صاحب المطعم قال لهم ما لكمش عندي حاجه. المهم في الوقت اللي ده الراجل اللي واقف على الجلايه بتاع الزيت اللي بيعمل الطعميه جاله تليفون، فقال له صاحب المطعم، ما صاحب المطعم برضه شغال في الطعميه والفول يعني، هو كان جاي من قصر الكبابجي. قال له النبي وقف يا معلم على طص الزيت عقبال ما اكلم ارد على التليفون. فصاحب المطعم واقف على طص الزيت بيجلي طعميه. يا جماعه اتفضلوا على الله بقى، ده الساعه الصباحيه الساعه 11 الصبح، عايزين نشوف اكل عيشنا، مش هنمشي غير لما ناخد ال 3 جنيه. شوف الفقر وصل بالناس بيتخانقوا على 3 جنيه. صاحب المطعم قال له بقى هتمشي ولا مش هتمشي؟ قال له مش هنمشي غير لما ناخد 3 جنيه. خلي بالكم اللي سامعني دلوقتي يقول لك ال 3 جنيه بيهزر. ال 3 جنيه دي ممكن يروح يجيب بيها 3 رغيف عيش. ايوه الثلاث رغيف عيش، الثلاثة جنيه دي ممكن يروح يفرح ابنه، خد يا واد كل واحد جنيه، الجنيه مش هيجيب حاجه بس عالي يفرح. فالثلاثة جنيه في الايام دي صح ما يسويش حاجه، لكن عند الفقير يروح يجيب بيهم رغيف عيش ياكله. انتوا مش هتمشوا يعني؟ لا مش هنمشي غير لما ناخد الثلاثة جنيه. راح الواد اللي عنده 40 سنة مسك صاحب المحل وهو بيجلي الزيت، انت راجل حرام وبيشده. صاحب المطعم قال له انت بيشدني انا؟ طب والله لا ندمك انت وامك، انت وابوك على الحركة دي. وراح من تحت شايل طاسة الزيت اللي بتغلي، عارفين زيت طاسة الزيت اللي بيحطوا فيها الطعمية اللي بتغلي، وراح كبها في وشه على 3 جنيه. طبعا ده راجل عنده 70 سنة وابنه عنده 41 سنة، وطاسة الزيت بتغلي بطعميتها ببطساتها بتنجالها ببابا غنوكها هوب في وش الاتنين في حركة كده. انتوا هتجرفوني ليه؟ ده ساعة الصبحية ابوك مع طبعا طاسة الزيت في وش الراجل بتغلي. الشاب وابوه على طول في الارض لحمه ومساح. استقبل طبعا مستشفى المطرية الحاج علي وابنه محمد، نسبة الحروق طبعا بشعة للغاية. جرت الشرطة اول ما جه البلاغ فين صاحب المطعم، كان هرب. طبعا في خلال ساعات تم القبض عليه، قال لك دي ساعة صباحية وجايين يطلبوا يفطروا فول وطعمية وسلطات وجبت لهم، والحساب اول عن 50 جنيه. جاي يقول لي انا سبت جرصة طعمية ب3 جنيه ولا ب5 جنيه، هات بيمسك من 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 جلبيتي من غزي منهم، وساعة صباحية رحت شال الطاسة في وشه. شفته بنموت بعض على ايه؟ على 3 جنيه. وفي ناس بتسرق بالملايين، والفقير الفقراء بيموتوا بعض على 3 جنيه. 3 جنيه. طبعا حالتهم حرجة للغاية، الاب وابنه، وللأسف عينيهم بوشهم انتهوا يعني للأسف. وكل ده عشان ايه؟ فطار طعمية وفول. من الجرائم فعلا اللي الواحد بيستغرب لها. طب انت يا صاحب المطعم اعتبرها زكاة يا اخي. انت في واحد احيانا بيجاب لك يقول لك عايز نفسي افطر، بتدي له 10 جنيه 20 جنيه، هم كل اللي عايزينه منك 3 جنيه. ما كانش بيستاهل ده، انت شوية الزيت اللي كبتهم عليهم تمنهم يعدوا 200 جنيه. ضيحت نفسك وضيحت مستقبلك، ودول لو عاشوا لو هتبقى عاهة مستديمة، فقد بصر وتشوه، يعني انت هتاخد فيها حكم قاسي جدا عشان 3 جنيه. 3 جنيه 3 جنيه تبقى شرفة جات لاتنين عشان جرس طعمية فوضوها على الترابيزة، خدوا يا اخو بيعوا كلوا انت. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن